يقول: هل فتاوى علماء بلد ملزمة للبلد الآخر أو ملزمة للبلد الآخر، وما الضابط في ذلك؟ لا يلزم من الفتاوى إلا ما عليه دليل من الكتاب والسنة. ما كان عليه دليل من الكتاب والسنة إنه يلزم كل مسلم العمل به من نفس البلد أو من بلد آخر. وأما الاجتهادات التي يحتمل وليس عليها دليل ظاهر وهي محتملة، فهذا إذا وجد ما هو أرجح منه وأقرب منه للصواب فإنه يأخذ به. وعلى كل حال العام يسأل العالم ويعمل بقول العالم بما يفتيه به العالم الذي يثق بدينه وعلمه. نعم.